نوايا مو نوايا حسنة، نوايا يعني خبيثة، ما أعرف شنو هو كان داخله، حاول يستغلني، يستغل فقري. اسمي نور من مدينة الموصل، أنا تخرجت من السادس وكنت فرحانة بنجاحي، والحمد لله انقبلت بأحد الكليات الحكومية بمدينة الموصل. داومت بالكلية والحمد لله، يعني عدت أول سنة على خير، وكانت الأجواء حلوة، تعرفت على يعني أشخاص جدد، حياة جديدة، علاقات جديدة، وكلش سعيدة بهذا الشيء. بدأت معاناتي بالمرحلة الثانية، من نجحت على المرحلة الثانية. طبعا أنا فقيرة نوعا ما، ويعني حالتي المادية مو كلش، بس يعني الحمد لله كان عندي هدف إنه أنجح وأحقق حلمي بالكلية الآن دخلتها، وكانت معاناتي بالمرحلة الثانية. شوية صارت عندي صعوبة ببعض المواد، وخاصة مادة مع أستاذ معين، بدأت مشاكل مع من خلال الدرجات، ما أعرف هو شنو غايته، بس كان يتعمد إنه ما ينطيني حقي اللي أني أستاهله، وتعبي اللي أني أتعبه بالامتحان. دائما كانت تجيني درجات ناقصة، أو مو أني اللي أستحقها، أو مو هذا جهدي اللي أني عاد أدرسه. وأني كنت كل حلمي وهدفي إنه بس أنجح، ما عندي أي شيء ثاني. قمت يعني أتردد على هذا الأستاذ، أسأله مرة مرتين، ما عنده أي جواب مقنع إنه ليش هو يخلي لي هاي الدرجات، أو ليش عي ياخذ من حقي. مرة من المرات رحت عليه، يعني حاول يسقطني ببعض امتحان معين، واني كنت خايفة انه اوقع بهاي المادة او ما انجح بها نهاية السنة. فرحت عليه بكل اسلوب، استاذ انت ليش يعني هالشكل معايا، ليش طيني اقل من حقي، ليش منقص درجتي. فهو يعني من البداية كانت نوايا مو نوايا حسنة، نوايا يعني خبيثة، ما أعرف شنو هو كان بداخله، حاول يستغلني، يستغل فقري، ما أعرف. المهم بالنهاية بين على حقيقته، وبدأ يستغلني بعض الشغلات في سبيل إنه ينجحني، وحاول يبتزني بالكلام، بالمعاملة، أسلوبه، في سبيل إنه يا أرضخ له الأوامره أو تفكيره المنحط، أو يرسبني بهاي المادة. طبعا أنا رفضت وما قبلت إنه هذا الشيء يصير أبدا. بالنهاية هو سقطني وعدت السنة كاملة، وظلمني كثير بهاي المادة وأخذ حقي، وعدت السنة كاملة على مود مادة واحدة من شخص، من أستاذ ما يستاهل يعني منصبه التربوي أو هاي الوظيفة الإنسانية التربوية.